محترفين جيد. للاسف للاسف هذه كرة الان لمصلحة قطر تلعب خطيرة. اول اهداف في اللقاء. اوه يا شجاع يا شجاع زلق، لكن راح اشوف الاعادة. حتى عملية التسديد او التمرير كانت تمريرة حقيقة من خافيير باستوري، لكن يا شجاع يا شجاع يا شجاع. هنا السقوط السقوط نعم من خلالي افتقد. هذه لا هذه لا يا شجاع. لدينا دقيقة يحتسبها عبد الرحمن جاسم بكرة مقاومة. الله اوه هذه ليلة باستوري. النتيجة هدفين مقابل لا شيء مع نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. يا سلام كرة مقوسة من بشار رسن إلى اللاعب خافيير باستوري وضعها سهلة في مرمى النادي الأهلي. الثاني كان خلف الأول وسجل الثاني وانتهى مشاهدينا متابعينا شوط اللقاء الأول. إذا لحظات تكونون مع الإخوان هناك في عملية تحليل. التقيكم مع بداية